وبإذن الله النهاردة هنعمل وجبة عدس أصفر. هيبقى عبارة عن معانا رز بس قليل وعدس أصفر أكتر، وفي ناس بيسموه كشري عدس أصفر ممكن، بس أنا مغيرة مقادير جامد علشان يبقى فايدته أعلى وما يتخنش. والوجبة دي أنا كنت متعودة دايما من مامتي إنها تقدم معاها سلطة عبارة عن طماطم وكمون وتوم، وبتبقى جميلة جدا، وخل وكده، كانت بتبقى حلوة جدا. بس الوجبة مكونة كده وكده بس، وبتبقى فعلا غذائيا مكملة بعض ومتكاملة بشكل حلو جدا. كوباية واحدة بس من الرز الأبيض، بصلة مبشورة، ملح وفلفل، معلقة كمون، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت، وكوبايتين بقى عدس أصفر يكون مغسول بس مش منقوع عشان ده بيتهري بسرعة، ومعانا مرقة أو مية حسب الرغبة. أول حاجة أنا هعملها هنزل معلقة زيت وحتة زبدة. البصلة كده مع الرز تشويحة حلوة. اهم حاجه بقى نقول السلطه برضو عشان نعملها بالمره. الطماطم احنا معانا 6 طماطم متقطعين، معانا معلقتين توم مفروم كبير، ملح وفلفل، كزبره مفرومه طازه لو حبيتوا، انا مامتي كانت بتعملها من غير بس بتبقى لايقه جدا برضو، معانا معلقه كبيره كمون، نص كوبايه خل ابيض بس كده. خلاص بحط الخل، الكمون، الثوم، وملح وفلفل، وده بيقعد بقى في التلاجة يدينا طعم حلو جدا. نحط بقى الطماطم اللي متقطعة صغير جدا، بتبقى لذيذة قوي. نحط الملح وهسيبه بقى يستوي معايا السوى اللي هو خلاص قبل السوى باخر 5 دقايق، هروح منزله بقى معاه العدس الاصفر عشان يكمل سوى. هزود بس شوية من المرقة عشان يكمل سوا، بس يا رب يلحق بقى يستوي. وننساش الكمون، عشان رشة الكمون مهمة جدا جدا، هي والبصل بصراحة بيدوا طعم حلو جدا.